عندنا هذا السؤال الآخر باعوا، هذا هو شكله اللي هو موجود عندكم، أتصور رقم 3 موجود عندكم بالمحاضرة. هذا الشيء يقول، هذا انطاني هذا أيضا نفس السؤال السابق اللي موجود عندنا، بأن عندي أني قوة متجهة للأسفل وعندي مجهول الـ F sub A والـ F sub B، عندي قوتين مجهولة، واحدة وين موجودة؟ واحدة موجودة بمحور الدوران. قلنا أي شيء بمحور الدوران إيش قد؟ صفر، لأن الـ R مالت البعد صفر. ومنطيني معادلة قايل الـ F A زائدا الـ F sub B تساوي 1.250 نيوتن. دي يريد من عندي الـ F A والـ F B اثنينهم. شلون أطلعها؟ بالبداية راح نقول القوة الـ F A ما دام بمحور الدوران راح نقول صفر حتى أمشيها المعادلة، حتى أطلع قيمة الـ F sub B وأعوض بعدين أطلع قيمة الـ F sub A. بالبداية نجي عندنا هاي الـ 750 نيوتن وين متجهة؟ اتجاهها للأسفل. هذه إذا أجرها مو باتجاه عقرب الساعة اعتبروها هذه هنا خشبة ومدقوقة بسمار وتتحرك تصعد وتنزل. هاي الخشبة إذا حركتوها بهذا الاتجاه مو يعني باتجاه عقرب الساعة، إذا 750 باتجاه عقرب الساعة يعني سالب. فنكتب قانون العزم القصوري اللي هو الـ F في الـ R perpendicular. لازم تكتبون القوانين تأخذون عليها درجات، لازم أكتب القانون وبعدين أطبق. فنجي على القوة اللي هي 750 بس بالأسفل، قلنا لأن باتجاه عقرب الساعة في ذراعها شقد هو منطيني إياه 2. نرجع على 500 هم إذا شديتها باتجاه عقرب الساعة يعني ناقصاً 500 في ذراعها 5. نرجع على F sub B اتجاهها للأعلى، إذا أسحبها وين؟ عكس عقارب الساعة يعني زائد الـ F sub B في هذا كله هو منطيني إياه، هذا كله منا للشخص، هذا كله باعه منا للشخص، راح تكون عندي في 10. لهنا واضح؟ إذن ايش قد تساوي لي؟ راح تساوي لي صفر لأن أخذت القوة باتجاه الـ Y axis. يعني أي قوة نقول الـ F of Y تساوي لنا صفر، هذه القوة باتجاه الـ Y. إذن تطلع لي الـ F sub B راح تساوي لي 400 نيوتن. هاي الـ 400 نيوتن أقول الـ F sub A زائدا الـ F sub B تساوي لنا 1.250. هذه الـ F sub A زائد 400 تساوي 1.250. إذن الـ F sub A إيش قد راح تساوي لي؟ راح تساوي لي 850 نيوتن. هذا هو حل السؤال، نفس السؤال السابق.